خلال هذه المحطة مشاهدينا نقف عند الشباب ومبادرات الشباب دائما بيقوموا بها في السودان الحبيب لي يعني تصليح وأيضا للتعمير وأيضا لتقويم كثير من السلوك في السودان وأيضا يعني رسم دروب تفتح الأشرع لكل الناس الحابين إنه يلجأوا لهذه المبادرات اللي بتكون لهم نقطة ضوء لكل الناس الحائر بهم الدليل. من خلال هذه المحطة عندنا فقرة بتحكي عن مبادرة جميلة جدا عبر هذا المشوار وهذه الفقرة تحديدا. سيف زون هي مبادرة شبابية تهتم بكثير من النقاط والمحطات وأيضا لها دور فعال كبير جدا في المجتمع بمبادرة بمجموعة كبيرة جدا من الشباب اجتمعوا لأجل الإصلاح والإعمار وأيضا تفاصيل كثيرة جدا حبينا نتعرف أو نتجول على هذه المبادرة مع واحد من أعضاء هذه المبادرة الأستاذ ياسين صلاح الدين منسق شبكة تثقيف الأقران الشباب. صباح الخير عليك ياسين وسعيدين بك. صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين على متابعين قناة درمان الفضائية وهي يعني واحدة من القنوات المميزة جدا منذ أن بدأت وإلى الآن هي تعرض دائما المفيد. أتمنى أنه من خلال الإطلالة دي يعني نقدر نعكس الضوء على حاجة مفيدة تقدر تضيف لكل المتابعين إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. ياسين صلاح الدين سعيدين بك من خلال هذا المشوار وإنت منسق يمكن شبكة تثقيف الأقران الشباب. حنجل الأقران الشباب دي لكن بداية مبادرة سيف زون. تمام. عرفنا عليها. مبادرة سيف زون هي فكرة جاءت من شابة كده صغيرونة اسمها هبة. هي زولة طموحة وعندها أفكار كويسة شديد. هي خطت الفكرة على أساس أنه هي عايزة تساعد المجتمع بتاعها بقدر الحاجات اللي هي شايفاها. فقالت أنه المبادرة بتاعتها دي هي في الأول كانت شكل احتفال أو هو إيفنت حدث هيتعمل. فكرته أنه مجموعة من الناس هم حاسين أنه عندهم ضغوطات نفسية, حاسين أنه هم مرهقين نفسيا وكل التفاصيل العيشة كل الشعب السوداني دي. فقررت انه مفترض انه يكون في حاجه تتقدم للناس دي. فقامت خطت انه قالت الفكره بتاعتها انه يكون مجموعه من الاخصائيين النفسيين هيوزعوا المشاركين كلهم لمجموعه صغيره اللي هي بتتكون من 10 ل 15 نفر. هيكون كل مجموعه هم بيدعموا بعض. دي هي اسمها فكره الدعم الجماعي. كل زول هو بيدعم الثاني. يعني زي ما اقول لك انه يعني بيشوف مصايب الناس بتهون عليه مصيبته. صحيح. فالناس كلها بتدعم بعض, بتكون بمتابعه واشراف من اختصاصيين نفسيين. يمكن دكتوره نون هي واحده من يعني الاخصائيين اللي حتكون في المبادره, وفي ثاني مجموعه كبيره من الاخصائيين النفسيين. حيكون برضو في الفكره بتاعت الدعم عن طريق الفن. يعني طريق ألوان ورسيم والحاجات الظريفة دي. جميل جدا. طيب ياسين يمكن الفقرة المبادرة دي مرتبطة بفقرة مستشارك وده أيوه. جميل جدا وده أيوه. حافز يعني منكم أيوه. ونتمنى إنه الشباب كلهم يعني يلجأوا إليكم بما إنه هي يعني مبسطة جدا ما محتاجة إنك تتكلف أو تجيب يعني حاجة ما فيش أو ما من عندك. صح. إنك تكون معه أو داخل أو من ضمن هذه المبادرة. مبادرة صح. جميلة جدا والدافع المعنوي هو يمكن هدف أساسي ورئيسي. نعم. في هذه المبادرة. طيب يعني شبكة تثقيف الأقران الشباب تحديدا. طيب. أنت منسق لهذه الشبكة. أنا منسق في ولاية الخرطوم لشبكة تثقيف الأقران الشباب. هي شبكة أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان. هي حاليا في ما يقارب 64 دولة في العالم. عندنا في السودان هنا مكاتب في 18 ولاية في كل الولايات تحت السودان. هي شبكة عموما بتهتم يعني قضايا الشباب عموما وبتهتم بكل الأنشطة المتعلقة بالشباب. هي الرؤية بتاعتها تفعيل دور الشباب في مجتمعاتهم. واحدة من أهم القضايا اللي احنا شغالين عليها للشباب هي الجانب بتاع الدعم النفسي للشباب. فيمكن دي الحاجة اللي خلتني انه نحن نكون مهتمين جدا نحن وغيرنا من الشركاء انه نحن نكون جزء من المبادرة. حقيقة اول ما تواصلت معانا يعني هبة على اساس انه هي عندها المبادرة دي والفكرة بتاعتها وحكت لينا, نحن حسينا انه هي فعلا دي حاجة
ممتازه وهي وقلت فكره لها داعم جديده. حقيقي. ايوه، وبقينا نحن يعني ماشيين معاها خطوه بخطوه، نحن ومعانا كذا شريك، يعني في تاني مهمه هم شركاء برضو في منظمه منتدى الشباب، في رابطه الاختصاصيين النفسيين من جامعه الاحفاد، هم دول كلهم شركاء للمبادره. وبما في ذلك نحن شبكه تثقيف الاغراض الشباب اللي هي واي بير. جميل جدا. طيب ياسين، ده يعني دي مبادرة جميلة منكم كونكم انتم تحتووا هذا القسم وهذه المبادرة واللي تقوموها عشان يعني تحققوا اهدافكم ورؤاكم، لكن يعني دائما نحن بنقول الشعب السوداني او الشباب تحديدا عندهم مبادرات كثيرة جدا، منها مبادرات اجتماعية، منها مبادرات خيرية، ايا كانت نوع المبادرات، لكن مبادرة مثل هذه المبادرة ده دافع حقيقي للشباب، بما انه نحن في فتره بتستحق مننا انه نصبر شويه نعم وداري مننا الصبر انه في صحيح انه نجتهد، وبالذات الشباب يعني جاهم يعني كسر بتاع صح خاطر صح وخمول وعدم طموح صح وتفاصيل كثيره صح جدا، صح أكيد لكن لما نلقى مبادره مثل هذه المبادره تعتمد الاعتماد الكلي على الدافع المعنوي في حين نعم انه الناس تواصل السير نعم وما تنتكس وتجتهد. نعم طيب التواصل كيف بيتم بيناتكم وبين الأطباء الأخصائيين وبين الناس الحابين إنه ينضموا لكم بما إنه هي مبادرة متاحة للجميع لكل الشباب؟ تمام. احنا حاليا في صفحة في الفيسبوك اسمها سيف زون، يعني احنا عملناها قريب، لانه هي اساسا الفكرة بتاعت المبادرة جات قريب شديد، واحنا طوالي بدينا في انه احنا عملنا صفحة في الفيسبوك ونشرناها لاغلب الناس اللي احنا بنعرفهم، المعارف بتاعنا وكده. كل الناس هي ممكن تدخل على الصفحة بتاعت الفيسبوك اسمها سيف زون، بيلقوا كل التفاصيل الـ يعني متعلقة بالمبادرة. هو نحن يعني حننطلق، الايفنت بتاعنا هو حيكون بكرة وبعد بكرة يوم الجمعة والسبت من الساعة 2 لحد الساعة 8. نحن كان اعلنا عن الايفنت بتاعنا ده، وكان في رابط للناس تخش تقدم، للناس الحابين يخشوا يقدموا. ان شاء الله حيتم التواصل مع الناس اللي اختاروهم الليلة الدفعة الاولى، هم حيكونوا 150 شخص، ديل يا اول سلام. ناس حيتم استهدافهم لمدة اليومين من الساعة 2 لحد الساعة 8 في قاعة المؤتمرات الدولية. يعني حقيقة أنا عندي تاني إضافة في النقطة اللي أنت قلتيها، إنه كلنا نحن في كشباب يعني بيكون عندنا مبادرات كثيرة، ودي يعني إن دلت على شيء فهي بتدل على روح المبادرة عند الشباب السودانيين. وبلدنا السودان هنا هو بلد شاب، يعني صحيح، أغلب الفئات فيه شباب وهم نشيطين، عليهم الاعتماد في وشفناهم في المقام الحراك بتاعهم. الفات، سواء كان الحراك السياسي أو الحراك المجتمعي، اللي كان حاصل في الثورة في صحيح، السودان والحاجات دي، يعني من أصغر شاب لحد أكبر واحد أو هو خلاص طالع من سن الشباب، بتحسي بالناس دي كلها عندها روح المبادرة وكده. صحيح، فأنا عايز أكد برضو على نقطة مهمة شديد، إنه النقطة بتاعت الشراكات بين المبادرات دي كلها. يعني نحن في السودان برضه عارفين انه الوضع الاقتصادي بتاعنا شويه يعني محتاجين نحن نشتغل عليه، وعشان يعني نحصل باقي الدول وننهض وكده، فالشراكات دي هي بتغطي لي جانب صحيح، كبير جدا، ودعم حقيقي. وهي داعم حقيقي. انا لا من القى نفس المجموعه بتاعت شباب تاني شغالين في نفس الحياه اللي انا شغال عليها، اكيد الحياه اللي عنده انا ممكن يكون ما قادر اصليها. يعني مثلا ممكن امشي لناس منظمه او مبادره هم شغالين عندهم دار، انا ما عندي دار، فعليكم الله استضيفوني معاكم عشان انا اعمل كده كده كده. يكون في تعاون يكون في بيناتكم تعاون، وشراكات الشراكه دي حاجه مفتوحة. مهمه شديد. يعني صحيح، هسه حاليا يعني شابه زي هبه دي هي صاحبه الفكره، هي يا دوب طالبه صغيره في الجامعه، لكن هي بتفكير ابداعي منها قدرت خلقت شراكات مع مجموعه من المهتمين صحيح، بنفس القضيه بتاعتها. وحاليا المبادره بتاعتها يعني هي قائمه بكره ان شاء الله ان شاء الله لمده يومين، يعني بتنسيق عالي جدا بتفاصيل ممتازه شديد. وهي يعني كم ممكن تفكر زي وزي باقي الشباب انه انا ما عندي عشان اعمل، هي بس مشت للجانب بتاع الشراكات وخلقت مجموعه من الشراكات، ويعني الحمد لله جميل الحاجه دي جدا. تمت. ان شاء الله ربنا يوفقكم، وخلينا حي عبرك الشباب ديل يا ياسين، وحي كل الشباب اللي هم دائما بيقوموا على امر المبادرات الحيه والفعاله في مجتمعنا السوداني، وروح الشباب هي زهرة حرام علينا نقتلها، يعني طبعا بما اكيد انه مبادرتكم دي بتدعم المعنويات نعم والدافع المعنوي حقيقي نعم جدا فيها موجود ومهم نعم ورئيسي. طيب مع ختام حوارنا معاك وفقرتنا معاك يا أسير، رسالة لكل الشباب اللي هم موجودين معاك، أول 100 شخص أو عضو داخل هذه المبادرة، بتقول لهم شنو وما يقوموا به في الفترة الجاية، شنو مهامهم، شنو برضو الناس الحابين يتواصلوا معاكم
سواء كان أطباء أخصائيين عندهم رابطة براهم زي ما ذكرت وجروب براهم، سواء كان ناس يعني طلاب أو شباب فعالين في المجتمع حابين ينضموا لكم، رسالتك الأخيرة لهم شنو؟ تمام. أنا يعني استوقفتني كلمة قالتها دكتورة نون في الفقرة اللي فاتت مستشارك، إنه أسهل طريق لعشرة هو واحد ما تسعة. فنحن دائما كشباب بنكون بنخط الفكره قدامنا وطوال دارين نصل للنجاح. عشان كده اغلبنا بيصاب باحباطه زي ما بيقولوا باللغه العاميه بيكسروا الحنك. صحيح. انت بتكسر الحنك لانه انت بتكسر مياديفك. انت خطط صح وخد خطوات حقيقيه ومبسطه، يعني ابدا من واحد عشان تمشي لاثنين لثلاثه لحد ما تصل عشره. الحاجه دي نحن لو قمنا فعليا عملناها حنلقى انه حياتنا كثيره انجزناها. فدي رسالتي لكل الشباب، انه انتوا ابدوا بالبسيط، بالحاجة اللي انتو شايفينها بسيطة هي بتوصلكم للحاجة الكبيرة. صحيح. للرسالتي الأخيرة برضو للناس اللي عايزين يتواصلوا معانا، عندنا حننطلق قريبا جدا ويب سايت للمبادرة. نحن حابين شديد ان المبادرة تواصل في انه بس ما يكون ايفنت مدته يومين وخلاص الناس جات حضرت زيها وزي اي ايفنت تاني، لا يكون في متابعة حتى الناس اللي عملوا جروبات ديل يكون في متابعة عليهم من الأخصائيين النفسيين، حيكون يعني في شغل تاني لقدام. حنكون شراكات جديدة برضو عشان ان احنا نواصل بالمبادرة دي لقدام، ويعني نقدر ان شاء الله نغطي يعني ممكن كافة ولاية السودان ان شاء الله. اكيد ربنا يوفقكم ان شاء الله. ياسين صلاح الدين منسق شبكة تثقيف الأقران الشباب في هذه المبادرة الكبيرة اللي بتضم وتلم كل شباب السودان، شكرا لك لوجودك وحضورك معنا، وبالتوفيق لك ولكل الشباب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. تسلم.